يا أم هدى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أختي. أيوة يا شيخ، أنا معايا بنتي امبارح قبل المغرب بربع ساعة جات الدورة الشهرية. جات لها إمتى؟ قبل المغرب بربع ساعة، قبل المغرب بربع ساعة. ماشي فأنا قلت لها كملي صيامك يعني، ماشي. ها فهل ده عليها وزري ولا لأ؟ طيب إيه تاني؟ والحاجة الثانية، أنا جوزي متوفي من 6 شهور، فكان عليه شهرين رمضان السنة اللي فاتت اللي قبلها، بس دفع لهم فلوس. ماشي. فأنا يعني بعد ما توفى قلت إن أنا أصوم للشهرين دول. انت عايزه تصوميهم يعني؟ أنا فعلا ابتديت سنة شعبان ورجب وشعبان وما كملتهمش، يعني لسه في كم يوم هصومهم إن شاء الله بعد رمضان. فهل ده حرام ولا إيه؟ يعني يروح له ولا لأ؟ حاضر. ومعلش حاجة تانية، أنا بعد ما توفى طلعت له صدقة جاية، فاللي خدهم مني قال إن هندفعهم في جمعية شرعية هيجيبوا جهاز يعالجوا بيه المرضى. فأنا مش متأكدة، فأنا قلت له أجي الدكاترة وكده بتاخدوا كشف يعني. قال لا، مش كل الحالات، في حالات ما بناخدوش منها فلوس، فهل دي تعتبر صدقة جارية ولا لا؟ طيب حاضر، أنا أجيبك إن شاء الله. شكرا. شكرا يا أختي، الله يرضى عليك، الله يحفظك. شفتوا الحب للزوج؟ شفتوا حتى بعد وفاته وأطعم عن السنتين دول، الشهرين دول، ومع ذلك هي من حبها فيه صامت له الشهرين دول عشان وفاء له. أحلى نموذج للحب بين الزوج والزوجة، الله يرحمه يا أم هدى ويغفر له ولجميع موتى المسلمين. شوفوا الناس البسطاء فيهم نماذج، أنا زي ما بقول لكم بتيجي كده حتت كده أحسن من 20 محاضرة تتشرح. مكالمة بسيطة، سؤال بسيط خالص، بيدل على الوفاء والولاء بين الزوج والزوجة والحب بهذه الدرجة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ده الله يرضى عليك يا رب ويبارك لك في ذريتك ويغفر لزوجك ويغفر لجميع موتانا ويلحقنا بهم على خير، ويختم لنا بلا إله إلا الله، ويسكننا الجنان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. بنتك الدورة نزلت عليها قبل المغرب بربع ساعة، اليوم ده يا باشا هتعيده، اليوم ده هي هتعيده. هي أمسكت لحد المغرب فلا شيء في ذلك، يعني فضلت ما فطرتش لأنه كان فاضل ربع ساعة على المغرب يعني، فمش مشكلة، لكن هي ستعيد هذا اليوم حتى لو الدم نزل قبل المغرب بدقيقة. لازم هنعيد اليوم لأنه خلاص، لكن لو نزل الدم بعد المغرب بلحظة، يعني لو نزل المغرب الله أكبر والدم بينزل معاه، يبقى اليوم خلاص أجزأ عني، خلاص انتهت، مش هعيد اليوم تاني. هي أمسكت فضلت صايمة لحد المغرب، كان ربع ساعة مش مشكلة يعني. وأنا لسه بقول لك إنه لو حتى الدم انقطع أو الدم نزل بعد الفجر، أو انقطع أنا آسف بعد الفجر بربع ساعة أو بدقيقة، أنت مش اليوم مش هينفع، بس هتصوم، واخدة بالك؟ فهي احتراما لحرمة الشهر ما فضلتش إلا المغرب، لكن هي هتعيد اليوم بعد رمضان إن شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنك. زوجك توفي من 6 شهور، يا رب يغفر له ويرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين، ودفع فدية، هو أسقط الحكم خلاص، دفع الفدية، أنت عملتي دي زيادة. الزيادة دي إن شاء الله مقبولة، وأسأل أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.